بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف أتراجع للتعديلات اللي بسويها داخل الستيج أريا. البداية تعال نتعلم الأمر اللي راح نستخدمه. بحكي لك عشان تتراجع على أي تعديل سويته جوا الستيج أريا راح نستخدم هذا الأمر اسمه get reset head ونكتب اسم الملف. شو بسوي هذا الأمر؟ نعطي مثال عشان تفهم الفكرة بشكل واضح. أحمد اشتغل على ملف اسمه النوت، وهذا النوت رفعه على الريبستوري، فراح تحكي لي أكيد لازم يكون في نسخة في الوركينج دايركتوري، لأنه مستحيل يرفع الملف في النوت مباشرة على الريبستوري، من الورك على الستيج ومن الستيج على الريبستوري، فأكيد في عندي نسخة أنا في الوركينج. أحمد كتب 2000 سطر داخل الوركينج دايركتوري ورفع التعديل على الستيج اريا. في مرحلة الستيج اريا اكتشف انه 2000 سطر هدول مش ملف النوت. شو راح يسوي في الحالة هاي؟ زي ما علمتك في المحاضرة السابقة في عنا امر اسمه get check out، لكن ال get check out فقط لمرحلة ال working directory. هون بيجي فكرة ال get reset head وبتكتب اسم الملف، والفكرة منه أي ملف بدك إياه يرجع من الستيج أريا للوركينج دايركتوري بتكتب هنا اسم الملف بدك إياه، يعني get reset head note، ساعتها حرجع لك الملف من الستيج أريا للوركينج دايركتوري. وخليني أسألك سؤال، لو أنت ما كتبت اسم الملف ساعتها إيش راح يصير؟ يعني get reset head راح يرجع لك كل الملفات الموجودة في الستيج إلى مرحلة الـ Working Directory. وتعال نطبق الفكرة عشان تكون برضو أمورنا واضحة. تكملة للمحاضرة السابقة، إحنا وصلنا لما رفعنا ملف النوت على الـ Stage Area. خليني أذكرك، Get Status بحكي لك أنت عامل تعديل على الملف اللي اسمه نوت، وعشانه باللون الأخضر فأنت عارف أنه مرفوع على الـ Stage Area. لو عملنا Get Check Out نوت مش راح يمسح لي على الله، مش راح يحذف لي على. هون شو راح نسوي؟ بدنا نرجع الملف من الستيج اريا للوركينج دايركتوري ونحكي له get reset. وهون بدي اركز لك على نقطه مهمه وهي الهيد، لازم تكتب كلها كابيتال لتر، بعدين اكتب اسم الملف، واذا ما كتبتش اي ملف ساعتها حيرجع كل الملفات الموجوده في الستيج اريا للوركينج دايركتوري. فهيد نكتب اسم الملف note.txt وهي انتر. شو حكى لك؟ انستيت بيقولك انا رجعت لك الملف اللي اسمه note.txt الى مرحلة الدايركتوري. خلينا نكتب get status. شو انتبهنا هون؟ صار اللون احمر. ايش يعني؟ صار داخل working directory. وفي هاي المرحلة انا علمتك شو تعمل. بكل بساطة حتقول لي get check out اسم الملف note.txt. خليني أسكر الملف لأنه يمكن معلق وأرجع أفتح مرة ثانية. بالضبط هي راح على، وهيك بكون قدرنا نرجع أي ملف من الستيج أريا للوركينج دايركتوري أرجعه ما قبل التعديل. وأنا متأكد هسا راح يكون في عندك سؤال، طب لو كان الملف موجود في الريبستوري هل بقدر أرجعه ما قبل التعديل؟ راح تكون مواضيع محاضراتنا القادمة، مواضيع يس، لأنه في عندنا أكثر من طريقة للتعامل مع الريبستوري. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، وبنشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم ويعطيكم العافية.